نروح سوا ونتابع آخر أخبار النادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة وكافة الأنشطة مع زميلة العزيزة اللي كان بقالها فترة الحقيقة ضربة غطس. أنا كنت مستغرب هي فين وعرفت من شوية إنها كانت تعبانة. ألف سلامة وحمد لله على سلامتك زميلتنا الجميلة هنا أبو القاسم الموجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. صباح الفل عليكي وألف حمد لله على السلامة وعود أحمد. الله يسلمك يا كريم، صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية يوم جديد من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة وهنقل لكم آخر أخبار الفرق الرياضية. خلوني في البداية أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. الحقيقة أنه منح الجهاز الفني بقيادة مستر بيتس وموسيماني اللاعبين راحة سلبية النهاردة من التدريبات على أن يتم استئناف التدريبات غدا استعدادا طبعا للمباراة القادمة اللي هتكون أمام فريق سيمبا التنزاني يوم الجمعة. يعني يمكن دي آخر مباراة في مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. كده كده الأهلي خلاص ضمن التأهل لدور الثمانية وحجز مقعد في ربع نهائي البطولة، لكن كعادة النادي الأهلي بيستعد جيدا لجميع المباريات والظهور بشكل جيد. كمان ناشئين كرة القدم شباب 99 تعادلوا أمس مع سيراميكا كليوباترا ضمن المرحلة النهائية من بطولة الجمهورية. يعني يمكن جميع الفرق مش في مستواهم طبعا بسبب فترة التوقف، يعني زي ما احنا عارفين انه تم استئناف البطولة بداية هذا الشهر شهر إبريل، لكن طبعا مع الدخول في أجواء المباريات إن شاء الله هيرجعوا لمستواهم، وبكده يكون رفع شباب النادي الأهلي نقاطهم ل 12 نقطة إن شاء الله يقدروا يحسموا لقب بطولة الجمهورية. دي أخبار كرة القدم بالنادي الأهلي. خلونا دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى ولعبة الجمباز، والحقيقة أنه إنجاز جديد بتحققه ناشئات الجمباز بالنادي الأهلي تحت 11 سنة وهو التتويج ببطولة الجمهورية. يعني لو اتكلمنا بتفاصيل اكتر عن البطولة قدروا يحققوا 14 ميدالية، وطبعا دي حاجة مشرفة جدا، 5 ميداليات ذهب 7 فضة و2 برونز. طبعا حابة ابارك لهم جميع اللاعبات وجهاز الجمباز بالنادي الاهلي، يعني وهو ده النادي الاهلي دايما في المقدمة. خلونا ننتقل للعبة كرة اليد. رجال كرة اليد النهاردة عندهم مباراة مهمة هي دور الثمانية من بطولة كاس مصر، طبعا هيواجهوا نادي الطيران. المباراة هتكون الساعة 6 مساء بصالة الإنتاج الحربي، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. والحقيقة أن رجال كرة اليد عندهم مباريات هامة هذا الأسبوع، يعني بجانب مباراة اليوم عندهم مباريات في الدوري يوم الخميس والجمعة القادمين، ودي طبعا الجولة القبل الأخيرة. هيواجهوا يوم الخميس الفريق الأولمبي والجمعة فريق سبورتينج بالأسكندرية. يعني بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق وإن شاء الله يقدروا يعملوا مباريات إيجابية في ثلاث مباريات. كمان سيدات كرة اليد يستأنفوا التدريبات النهاردة طبعا بعد الراحة السلبية اللي كان ادهالهم الجهاز الفني بقيادة كابتن يحيى يوسف. زي عادة النادي الأهلي طبعا بيغلق صفحة بقى بطولة منطقة القاهرة اللي حسموها على فريق الشمس، وبيستعدوا بقى جيدا لبطولة الدوري. يعني عندهم مباريات هامة في نهاية هذا الأسبوع، يمكن هم خلصوا الدور الأول والثاني من بطولة الدوري، بيستعدوا لدور المباريات المجمعة اللي طبعا بينقسم لمجموعتين. يعني هيواجهوا يوم الجمعة رابع المرحلة الأولى نادي الطيران أو الزمالك، يوم السبت هيواجهوا الشمس، ويوم الحد هيواجهوا نادي سبورتينج. نتمنى لهم كل التوفيق والحصول على بطولة الدوري، يعني هم ده هدفهم الحقيقة هذا الموسم، قدروا يحسموا بطولة المنطقة وبطولة كاس مصر، وإن شاء الله كمان يقدروا يحسموا بطولة الدوري. خلونا ننتقل دلوقتي للعبة كرة الطايرة. سيدات كرة الطايرة عندهم النهاردة مباراة أمام فريق هليوبلس ضمن منافسات بطولة الدوري، يعني إن شاء الله أيضا سيدات الذهب يقدروا يحققوا نتيجة إيجابية ويحسموا المباراة لصالحهم ليستمروا بقى الحقيقة في صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة. ايضا بنات كره الطايره 14 سنه قدروا يحققوا نتيجه ايجابيه امام اسيوط ضمن منافسات بطوله الجمهوريه بنتيجه 3-0. وكمان شباب الطايره 15 سنه قدروا يحققوا فوز على فريق بلديه المحله بنتيجه 3-0 ضمن منافسات بطوله الجمهوريه. والحقيقه ان سواء بنات او شباب كره الطايره عملوا مباراه كبيره جدا، كان في سيطره منهم طوال المباراه وقدروا يحسموا جميع الاشواط ايجابيا لصالحهم.
واخيرا بقى خلونا ننتقل للعبه كره السله. رجال كره السله عندهم النهارده مباراه امام سبورتنج. المباراه هتكون هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره على صاله الامير عبد الله الفيصل، هتكون الساعه 8:30 مساء. حابه انوه لجميع مشاهدي قناه الاهلي انه المباراه هيتم بثها مباشره على قناه النادي الاهلي كالعاده. طبعا هتكون تغطيه مميزه والاستوديو التحليلي هيبدا الساعه 7 مساء، فياريت كل متابعي طبعا قناه النادي الاهلي يتفرجوا على المباراه ويدعموا فريق النادي الاهلي كالمعتاد. كمان سيدات كره السله حققوا فوز على فريق الشمس امس بنتيجه 71-64 ضمن منافسات بطوله الدوري. يعني سيدات كره السله عملوا مباراه جيده، قدروا يحسموا المباراه لصالحهم بنتيجه ايجابيه. يعني دي كانت ابرز واهم اخبار الفرق الرياضيه. العوده ليك مره اخرى يا كريم في الاستوديو. احنا بنشكرك جزيل الشكر. معلش الصوت بس كان راح من عندي للحظه كده، لقيت في هنج مني. انا عايز اشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، ومره ثانيه الحمد لله على السلامه ورجعتي نورتي 10 الصبح في الاهلي. عود احمد وصباح الفل عليك. طيب